استكمالا للقاءات والحوارات بين الحركتين والتي عقدت بشكل مكثف على مدار الأشهر والأسابيع الماضية، والتي كان معظمها بعيدا عن الإعلام، لقاء أخير جمع بين قيادتي الحركتين حماس وفتح. أحد مخرجات هذا اللقاء كان الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تبدأ على عدة مراحل: المرحلة الأولى انتخابات تشريعية، المرحلة الثانية انتخابات رئاسية، المرحلة الثالثة انتخابات مجلس وطني. التوافق بين الحركتين على وإصدار بيان مشترك نشره بنود الاتفاق قوبل بترحاب شديد وإيجابي من على المستوى السياسي والمستوى الشعبي. كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى الفصائل الغير منضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، جميع الفصائل اللي رحبت بهذا الاتفاق ودعت بالبدء الفعلي والفوري لتطبيق هذه التنفيذ مخرجات الاتفاق وصولا إلى إجراء الانتخابات في الموعد المحدد وهو 6 أشهر، حيث أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات منذ يناير عام 2006. فالجميع دعا قيادة الحركتين إلى التنفيذ الفعلي لبدء خطوات عمليات الانتخابات في المدة المحددة. ورئيس وفد حركة فتح السيد جبريل الرجوب سيعود إلى رام الله خلال اليومين الماضيين للقاء السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يطلعه على تفاصيل الاجتماع والحوارات التي تمت بين حركة حماس. بموجبه سيدعي الرئيس الفلسطيني أمناء الفصائل العامة للفصائل الفلسطينية لاجتماع ثاني. الاجتماع الأول عقد بين رام الله وبيروت في بداية الشهر الحالي. الرئيس الفلسطيني سيدعو إلى اجتماع آخر، من خلال هذا الاجتماع سيتم تحديد مواعيد البدء بتنفيذ إجراء الانتخابات الفلسطيني. بالإضافة هناك تباين في ردود الفعل حول هذا الاتفاق. جميع الفصائل الفلسطينية كما ذكرت لك رحبت ودعمت هذه الخطوة، لكن يعني حالة ترقب تسود الشارع الفلسطيني، حيث أن هذا الاتفاق ليس الأول الذي يتم التوافق بين الحركتين على إجراء انتخابات. على مدار 14 عاما يعني كان هناك اتفاقات كثيرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية وإجراء انتخابات، لكن هذه الاتفاقات لم يكتب لها النجاح حتى هذه اللحظة. لذلك هنا الشارع يعني يترقب وفي نفس الوقت يأمل أن تكلل هذه الجهود. طيب عامر، كيف ينظر الشارع إلى فترة 6 أشهر التي وضعتها الحركتان لإجراء الانتخابات التشريعية؟ ألا ينظر إليها بأنها فترة طويلة جزئيا أو نسبيا يعني لإجراء هذه الانتخابات؟ يعني كما قلت لك هناك أجيال عديدة في قطاع غزة لم يشهد لها أن تشارك في انتخابات، يعني ربما جيل الشباب لم يشارك في أي عملية انتخابات منذ طيلة حياته، لأن آخر انتخابات كانت قبل 14 عاما. فالجميع متشوق لإجراء عملية انتخابات وتجديد النظام السياسي وتوحيد المؤسسات الفلسطينية. ربما كما ذكرت لك وأعيد أن هناك يعني الشارع يتشوق لإجراء مثل هذه الانتخابات. لا أريد أن تجري الانتخابات اليوم قبل غدا، لكن الجميع يدرك وخاصة قيادة الحركتين أدركتا خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية وشطب. ربما يكون هذا هو يعني الذي يشجع الفلسطينيين ويجعل رد إيجابي لديهم بأن هناك نوايا حقيقية لإجراء انتخابات وإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي طالما دعوا بإنهائه طوال السنوات الماضية في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، حيث أن الجميع يؤكد على المستوى السياسي والمستوى الشعبي والشارع الفلسطيني يؤكد أن المخرج الوحيد لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية هو توحيد الجهود، إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات
وهذا ما يعول عليها الفلسطينيين اليوم. نعم، مراسلنا عامر الفران، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من غزة.